اهلا بكم في ساعتنا الثالثه والاخيره من اليوم. ونبيله، ان الاوان للوفاء بالوعد. وعدتيني في اول الحلقه انك هتجاوبي على سؤالي ووعد الحر دين عليه. نعم. ايه اخر صوره سيلفي اخذتيها؟ يا بس الاخر صوره السيلفي يا بتذكر من شويه مع كل طاقم الحره. دي هي دي كانت اخر سيلفي اللي احنا كنا فيها. نعم. طيب بالريهرسلز. لا لا، اليوم اليوم بس هو ما بيتذكر، ينسى شويه. علي، ايه اخر سيلفي؟ اخر صوره اخذتها صراحه مع بنتي في السياره. جلست خليتها في حضني وصرنا واحد يطلع في الثاني واخذنا الصوره مع بعض، وكانت الصوره حلوه الصراحه. علي كثير مشكله اذا عم تعود بنتك على السيلفيز من هي وهيك هالقد، يعني انا بنصحك ما تعود والا حتندم. صارت تحب بسرعه تطلع في الكاميرا، بس اخلي التليفون صرت تطلع في الكاميرا وتطلع مع بعض. يعني على يعني بنتك ان شاء الله مشروع فات الحبي مستقبلا. صحيح. عموما يعني احنا هنخلي السيلفي على جنب شويه واكيد هنرجع له تاني. انا هاخد سيلفي. انا خدت بالي انك عايزه تخلي. طيب هنسيب فاتن تاخد سيلفي.